مع دخول العام الميلادي الجديد 2023 انتهى تجميد معدل الراتب العام في سوق العمل في البلاد، والذي كان معمولا به منذ بدء أزمة كورونا، ونتيجة لذلك سيطرأ ارتفاع على رواتب القضاء، أعضاء الكنيسة والوزراء وأصحاب الوظائف المرموقة، كما سيؤدي انتهاء التجميد إلى ارتفاع الحد الأدنى للرواتب. ووفقا للحسابات التي أجرتها دائرة الإحصاء المركزية ومؤسسة التأمين الوطني، فإن معدل الراتب العام سيصل إلى 11730 شيكل، ومع تحديد متوسط الأجور سيرتفع الحد الأدنى للأجور ب 272 شيكل ليصل إلى 5572 شيكل بدلا من 5300 شيكل. من جانبه أعلن بنك إسرائيل اليوم عن زيادة قيمة الفائدة المضافة لتصل قيمة الفائدة الأساسية إلى 3.75%. من ناحية أخرى، تطرح الأسئلة حول وعود الشركاء في الائتلاف الحكومي الجديد برئاسة بنيامين نتنياهو لمحاربة غلاء المعيشة وبالذات أسعار الكهرباء والماء والوقود والعديد من المنتجات الغذائية الأساسية. للحديث عن كل هذه القضايا ينضم إلينا في بث حي ومباشر من دالية الكرمل الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي حلبي. مساء الخير دكتور رمزي. مساء الخير لك للمشاهدات والمشاهدين. قبل أن أتحدث عن قضية تجميد معدل الراتب العام، أريد أن أبدأ قبل قليل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة العائد إلى مكتب رئيس الحكومة يجتمع مع وزير المالية سموتريتش وعدد من كبار موظفي الوزارة بهدف بحث قضية غلاء المعيشة وغلاء الأسعار. برأيك هل نتنياهو وشركائه في الحكومة سيضعون حلا لهذه الأزمة؟ أكيد حسب الوعود التي قطعتها الحكومة الجديدة هي تحاول أن تكافح ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار، ولكن أتوقع أن يكون هناك قرارات لفترة قصيرة واللي في مجالات محدودة جدا، لأن اليوم تابعنا ما يقوله محافظ بنك إسرائيل عندما يقول بأن الهدف الرئيسي لبنك إسرائيل المسؤول عن الميزانيات وعن السياسة النقدية هي مكافحة ارتفاع الأسعار الذي يتخطى 5% في إسرائيل، لذلك هو يرفع الفائدة للمرة السابعة وهي تصل إلى 3.75 كما ذكرت، إضافة إلى فائدة البرايم نحن نتخطى 5%، نحن 5.25%، وهذا ينعكس على كل من اتخذ قروض وقروض السكن والسحب الزائد وأمور أخرى، ويثقل في نهاية الأمر اقتصاد الأسرة ويكلف العائلات ثمن باهظ، ونحن نعلم أن تقريبا نصف العائلات العربية في إسرائيل هي تحت خط الفقر وهي ستتأثر بشكل مباشر، وأيضا كل ما تلقى قروض السكن. نعم، وأنت تتحدث عن بنك إسرائيل وقراره، شاهدنا على الشاشة مقتطفات من المؤتمر الصحفي لكبار موظفي بنك إسرائيل، وسؤالي لك كيف ماذا رفع الفائدة المضافة لتصل إلى 3.75%؟ حدثني كيف يؤثر ذلك على الأشخاص اللي لديهم قروض من البنوك أو قروض إسكان ما يطلق عليه المشكنتة؟ عندما أتحدث عن نسبة الفائدة المصرفية نتحدث عن سعر المال. إذا أنت تلقيت قرض في مجال السكن على سبيل المثال لثلاثين عام، فستدفع حوالي 5000 شيكل زيادة بسبب رفع نسبة الفائدة المصرفية. إذا كنت تتعامل مع السحب الزائد في البنك، وأنت تعلم أن حوالي 40% من العائلات العربية هي تعتاش على السحب الزائد، فأنت ستدفع أكثر فائدة للبنك. كذلك الأمر بما يتعلق بالقروض، إذا احتجنا قرض احتجنا أي شيء الآن، نحن بحاجة إلى أو أريد نستثمر في مشروع معين، سيكلفنا سعر المال أكثر بكثير. هذا أولا. ثانيا، بنك إسرائيل يعمل حسابات مكافحة التضخم المالي، لأنه يقارن أيضا ما يحدث في العالم في أسواق العالم وسعر الدولار، فكل أمر يتعلق بسعر الدولار سنرى أن الأسعار ترتفع. ولكن أيضا المستثمرين، من استثمر في الأسهم وفي سندات الدين وفي حتى البيتكوين العملة الرقمية، سيرى أن هناك خسائر كبيرة، هذا سينعكس علينا
جميعا، وأيضا يمكن أن يؤثر على صناديق التوفير وعلى صناديق التقاعد. نعم دكتور رمزي حلبي، يعني هكذا من نظرة وجهة شخص يعني غير ملم بالأمور الاقتصادية، حينما يسمع إجابتك على السؤال السابق يقول بأن الوضع يزداد سوءا، خاصة على العائلات اللي بتسحب بشكل زائد من البنوك، يعني بما يسمى من المينوس، العائلات اللي لديها قروض إسكان، وضعها سيزداد سوءا بسبب قرار بنك إسرائيل هذا اليوم. طبعا يعني إذا أخذنا في كل اقتصاد أسرة في عندنا جانب المدخولات وجانب المصروف. بالنسبة للمدخولات، إذا لم يرتفع ترتفع الأجور، وأنت تعلم أنه في الماضي كان في علاوة رفع أسعار، يعني ما يسمى تسافت يوكر، الآن ما في هاي الآلية لرفع الأجور للموظفين. بينما في جانب المصروفات نرى أن العائلة ستدفع أكثر في أسعار الكهرباء والمياه والأرنونة، وستدفع أكثر في قروض تلقتها من البنك. لذلك الأمور تحتاج إلى شد الحزام، أو أن نبحث نحن بشكل أو بآخر عن مصادر دخل إضافية كمواطنين، أو مثلا إعادة جدولة القروض. لنفرض أنه أنا ماخذ قرض لخمس سنوات وصعب علي أدفع الدفعة الشهرية، يمكن أن أطالب البنك بأن يجدول القرض لمدة سبع سنوات أو عشر سنوات. يعني في حلول لكل شيء، ولكن بدون شك على المواطن أن يرفع من دخله في حالة أخذ عمل إضافي، أو أن يشد الحزام ويقتصر في كثير من الأمور ويصرف أقل. حدثني كخبير اقتصادي عن هذا المشهد المتعلق بتجميد معدل الراتب العام، زيادة كبيرة في رواتب القضاء، أعضاء الكنيسة، الوزراء، أصحاب الوظائف المرموقة، وبالتالي زيادة 272 شيكل للحد الأدنى للأجور. يعني حدثني عن هذا المشهد. اولا زياده الحد الادنى للاجور ب 272 شيكل هاي اخبار طيبه، وانا بفكر انه لازم يكون في رفع اكثر للحد الادنى للاجور، لان كما تعلم هذه المبالغ لا يمكن ان تكون يعني دخل كافي للحياه بكرامه في هذه الدوله. ولكن اريد ان استعمل يعني مثل عربي عامي، بالنسبه لرفع اجور الوزراء وأعضاء الكنيسة والحكام في إسرائيل، أنا أقول اللي استحوا ماتوا. يعني كان لازم في هذه الظروف الصعبة التي يرفع فيها محافظ بنك إسرائيل الفائدة للمرة السابعة، ويرفع من مصروفات الأسرة ولا يدفع مقابل هذا أي شيء، ويعدنا بأن يستمر في هذا النهج، كان من الواجب على القيادات وعلى أصحاب الدخل العالي من السياسيين ومن العاملين في القطاع العام أن يتنازلوا أو يجمدوا على الأقل لفترة معينة حتى نخرج من هذه الأزمة، ارتفاع الأسعار وكل واحد منهم، ارتفاع الأجور وكل واحد منهم راح يتقاضى مئات أو آلاف الشواغل أكثر مما كان يتقاضى حد الآن، بينما الطبقات الضعيفة لا تكسب أكثر، وهي طبعا ستحاول أن تكمل الشهر. نعم، كشخص يعني يتابع أولا بأول أخبار الاقتصاد، كيف تقرأ تصريحات وزير المالية الجديد والأمر الأول اللي دعا موظفي وزارة المالية إلى العمل عليه، وهو إلغاء وهو خفض سعر المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال والمشروبات المحلاة؟ كيف تقرأ التصريحات الأولى أو الخطوات الأولى لسموتريتش؟ طبعا سموتريتش يأتي من قطاع المتدينين اليهود وقطاع المستوطنات، لذلك القطاع الديني في البلاد يعني امتعض كثيرا من رفع أسعار المشروبات المحلاة والأدوات أحادية الاستعمال. لذلك هو بدأ بهذا الشائل يعني خطوة شعبوية، ويريد أن يرضي الشرائح الاجتماعية التي تصوت لسموتريتش وللأحزاب الدينية. ولكن أنا برأيي أن حتى من الناحية الصحية هذا شيء غير مجدي أنه انخفض أسعار المشروبات المحلاة، لأن هذا يعود بالضرر على صحة المواطن. ولكن لنترك هذا الموضوع، نذهب إلى الشأن الاقتصادي. أنا برأيي أن هذه الخطوة لا تكفي، يجب أن تكون خطة عمل وخطة شاملة، منها أولا مكافحة الفقر، رفع الأجور، ولذلك هذه الأمور يعني حتى الآن لن نرى أي شيء من هذه الحكومة. ولكن أتوقع أن تهتم هذه الحكومة أكثر
بالمستوطنات وبالشرائح الدينية أكثر منها من الاهتمام بالمواطن البسيط الذي يعني يشعر بأن الدخل لا يكفي ولا يكمل الشهر. فيعني هذه طبعا، ولكن نحن ننظر ولنرى كيف يتعامل أيضا بنيامين نتنياهو كرئيس الحكومة وكإنسان اللي مهتم جدا في الشأن الاقتصادي، كيف سيحاول أن يخفض الأسعار كما وعد في الانتخابات وأن يحسن من شروط العمل ومن مستوى المعيشة في البلاد. نعم. حتى الآن لم نرى أي خطة عمل ولننتظر. نعم، ولكن دكتور رمز حلبي، يعني من تجارب سابقة، إذا كانت الشرائح الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي في الشارع الإسرائيلي المجتمع اليهودي مستفيدة من سياسة الحكومة، المجتمع العربي بيستفيد بالعروة كما يقال، أليس كذلك؟ لأنه هناك أوجه شبه ما بين جمهور المتدينين والجمهور العربي من ناحية اقتصادية. يعني هناك شيء مشترك ما بين العائلات اليهودية المتدينة الأصولية وبين المجتمع العربي، لأنهم بيجتمعوا حول قضية الفقر. فممكن إذا كان في توزيع قسائم للأغذية أو تسهيلات في مواضيع معينة أن يعود ذلك بالفائدة على المجتمع العربي. ولكن انتبه ما قاله لهم محافظ بنك إسرائيل، قالوا انتبهوا إذا حاولتم أن توزعوا الأموال وأن يعني تفوا بالوعود الائتلافية وتبذروا الأموال، نحن سنضطر أن نرفع الفائدة مرة أخرى. فهو يحذر عمليا حكومة إسرائيل من أن تتخذ هذه الخطوات بدون أن يكون هناك مصدر دخل لهذه التغييرات. وأيضا يقول بأن يجب التعامل مع ميزانية الدولة بحذر، مع الأخذ بين الاعتبار أن وزارة الدفاع بالأمس طالبت بعشرة مليار شيكل إضافة. نعم. فيعني أمامنا مشهد سيكون معقد من الناحية الاقتصادية، ولنرى كيف بنيامين نتنياهو وهذه الحكومة وسموتريتش يتعاملوا مع هذا الشأن الاقتصادي المركب. الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي حلبي، أريد أن أشكرك، كنت معنا في بث حي مباشر من دالية الكرمل، شكرا لك. أهلا بكم من دالية الكرمل، إلى اللقاء عزيزي.